ينضم الينا هاتفيا الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول. ارحب بك استاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك. تؤكد ام تنفي ما يتم تداوله في هذا النطاق؟ انا نمرة واحد عايز اكد على عدد من الحقائق. اولا ان البنزين المصري لا يوجد به منجنيز على الاطلاق. المنجنيز حضرتك ماده حتى لو كانت موجوده في الصين عامل التكرير بتؤدي الى تاكل المحل تاكل اجزاء من معامل التكرير الموجوده، فبالتالي احنا بنقول ان البنزين المصري لا يوجد به منجنيز على الاطلاق. احنا بنقول برضه ناكد ان الخطاب المرسل بيقول ان اخذ عينات من تنكات العربيات واثبت التحاليل ان فيها منجنيز. احنا حضرتك بنقول ان معامل التكرير المصريه مستودعات المنتجات البتروليه الخزانات اللي موجوده في المحطات بيتم عمل تحاليل ليها عشان البنزين اللي بيطلع لازم يكون وفقا للمواصفات القياسيه، وبالتالي احنا بنقول ليس هناك منجنيز. الحقيقه الاخرى ان هناك العديد من الشركات العالميه بتعمل في مصر في مجال تسويق المنتجات البتروليه مثل اكسون موبيل ومرات مصر و هذه الشركات عندما يصلها البنزين المصري بيتم وضعه في مستودعاتها، وبالتالي هذه المستودعات الخاصه بهذه الشركات يجرى ايضا فيها تحاليل لمعرفه المواصفات القياسيه المطابقه، ولم يرد الينا اي شكاوي من هذه المحطات او من هذه الشركات العالميه ان هناك منجنيز في البنزين. هناك ايضا في جزء بيتم استيراده من الخارج من البنزين بيتم استيراده من الخارج، هذه الكميات اللي بيتم استيرادها من الخارج هذه الكميات بتخضع ايضا للمواصفات القياسيه ويتم تحليلها والتاكد انها مطابقه لهذه المواصفات. عايزين ناكد ايضا ان وزاره البترول حاليا في خطه بيتم تنفيذها لتطوير معامل التكرير المصريه واقامه محطات جديده وتطوير الوحدات المتاحه، وفي افتتاحات تمت خلال الفتره الماضيه فيما يتعلق بانتاج البنزين سواء في اسيوط سواء في الاسكندريه سواء في مستورد، ودي وفقا لاحدث التكنولوجيات اللي موجوده، واحنا في تاكيد دائما وابدا على جوده المنتجات البتروليه الموجوده للسوق المحلي. في حاجه مهمه جدا عايز برضك اوضحها، ان احنا برضك من خلال متابعه السوشيال ميديا منذ اكثر من شهرين، ودي مش السنه دي بس، دي اكثر من مره خلال السنوات الماضيه، دائما وابدا تظهر كده هوجه على موضوع البنزين المصري وان في شوائب وان في وان في وانه بالعربيات بتبوظ وحاجات زي كده. احنا بنقول الاتي، بنقول ان احنا بمجرد منذ اكثر من شهرين ايضا المهندس طارق المولى وزير البترول والثروه المعدنيه شكل لجنه رفيعه المستوى عشان نتاكد ان البنزين الموجود عمل التفتيش على ارض الواقع، اخذت عينات من العديد من البنزين الموجود في المستودعات. احنا طبعا البنزين اللي موجود في تنكات السياره احنا ليس لنا عليه اي وسيله امان، يعني هذه بتبقى مسؤوليه قائد السياره. احنا عارفين ان في العديد من المحسنات الموجوده في محطات البنزين بيتم بيعها للمستهلك على اساس ان هذه المحسنات بترفع من الرقم الاوكتاني للسياره للبنزين او بتفوق السياره او الاخر، وحضرتك طبعا في وانت بتنون عربيتك الحاجات دي موجوده في عدد كبير من المحطات اللي موجوده. هو فبالتالي احنا دي مش مسؤوليتنا فيما يتعلق بهذه المحسنات اللي موجوده، لكن في نفس الوقت احنا بنقول ان يجب عشان خاطر التاكد من نوعيه البنزين المصري احنا بنقول العينه على من ادعى احنا المستودعات بتاعتنا موجوده، محطات البنزين اللي موجوده فيها الخزانات موجوده ويتم السحب منها بصفه مستمره وفي رقابه مستمره على هذه المحطات عشان نتاكد دائما وابدا ان لا يوجد غش
في البنزين المصري. نعم. وبالتالي احنا برضه بنقول ان قطاع البترول قطاع رائد بيعمل في مصر منذ اكثر من 100 عام، يهمه جدا ان هو يحافظ على السمعه اللي اكتسبها سواء للمواطن المصري او سواء للشركات العالميه اللي بتعمل في مصر. استاذ حمدي، هل حدث تواصل مع شركات السيارات او ارسال خطابات رسميه بما تفضلت وشرحته الان على الهواء؟ انا الموضوع ده وحضرتك بيتم حاليا دلوقتي المتابعه مع هذه الشركات اللي بعتت هذه اللي عشان خاطر نقدر نفهم منهم هم خدوا العينات من العربيات وتاكدوا ازاي ان هذا البنزين متاخد من المحطات بتاعتنا او متاخد من المستودع. لابد طبعا ان في عندنا هيئه البترول وفي شركات التسويق. نعم. وهيتم طبعا اكيد هيتم التواصل مع مش هذه الشركات، هو خطاب مرسل من رئيس رابطه المصنعين، يعني مش كل شركه بعتها. نعم. وهيتم التواصل مع هذا المسؤول عن رابطه السيارات الاوروبيه، وان شاء الله هيتم برضه توضيح هذه الصوره للمواطن المصري والمستهلك المصري عشان نقدر ناكد له. احنا عايزين نقول اشمعنى بس هذا الخطاب. نعم. حدد فقط ان هذه المشكله ووجود منجنيز في محافظات محافظه السويس والقاهره، اما باقي المحطات لم يشملها ليه وجود البنزين المصري اللي بيطلع هو بنزين. نعم. بيبقى بنزين في جهه معينه في المستودعات الرئيسيه وبيتم تسويقه الى المستودعات الفرعيه سواء زي ما قلت لحضرتك سواء كانت شركات مصريه او شركات عالميه. ده النظام اللي ماشي، واحنا عايزين نطمن من خلال برنامج حضرتك. نعم. ان البنزين المصري امن ونظيف ولا يوجد فيه اي شوائب او منجنيز او الاخر. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول، نافيا شكلا وموضوعا يكون البنزين المصري به اي شوائب او منجنيز بالتحديد. شكرا جزيلا على هذه المداخله، كنت معي هاتفيا.